حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الجولة على أهم ما جاء في الصحافة الفلسطينية والإسرائيلية لهذا اليوم. البداية من الصحف الفلسطينية وتحديدا صحيفة القدس التي تحدثت إعادة إعمار قطاع غزة، وهنا إكحيل يقول ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر معابر غزة أيضا يمنع إدخاله من قبل الجانب المصري. هنا القول لنقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة إكحيل الذي قال بأن ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر المعابر إلى قطاع غزة أيضا يمنع من المعابر على الجانب المصري، وهنا يحمل إكحيل المسؤولية للسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية التي لم تطالب المجتمع الدولي بإدخال كافة المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة خاصة الحديد، حيث يتحدث بأن الإسمنت نوعا ما متوفر ولكن الحديد يمنع الاحتلال حتى الآن إدخاله إلى القطاع، وبالتالي تتوقف حتى مشاريع تبرعت بها دول لإعادة إعمار بعض المناطق في قطاع غزة، هذه المشاريع متوقفة نتيجة لعدم دخول الحديد إلى قطاع غزة. وهنا أيضا طالب إكحيل أيضا بالضغط على مصر لإدخال الحديد وكل المواد اللازمة لإعادة الإعمار. أما حول تعثر المفاوضات بين حماس وإسرائيل وأيضا إطلاق البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هنا صحيفة الرسالة تقول انتزاع الحقوق هكذا تدير المقاومة الميدان. تقول الصحيفة أن الاحتلال يسعى من خلال قصف الأراضي الزراعية في قطاع غزة إلى إيصال أو إلى فرض واقع يائس على المقاومة الفلسطينية التي بدأت منذ وقت مبكر بإرسال رسائل عبر البالونات الحارقة بأن صبرها بدأ ينفذ على استمرار الحصار على قطاع غزة. الصحيفة تقول بأن بنت يستعرض على ساحة غزة، وأيضا المقاومة في المقابل تستمر بالضغط بكل ما لديها لتجبر الاحتلال على الرضوخ إلى مطالبها. تشير أيضا الصحيفة إلى تقرير يدعوت أحرنوت الذي أوردناه في جولة الأمس والذي تحدث عن تعثر المفاوضات، وأن مسؤولون إسرائيليون قالوا بأن يستعدون لسيناريوهات أكثر جدية ومنها عودة الحرب على القطاع. هنا الكاتب والمحلل السياسي الذي أوردت الصحيفة هنا لقاء معه أيمن الرفاتي قال بأن صبر المقاومة بدأ ينفذ وعلى أسلوب الاحتلال، وهي تمتلك من أوراق الضغط ما يمكنها من إجباره على الرضوخ لمطالبها، لكنها لا تزال تعطي الفرصة للوسطاء في المفاوضات غير المباشرة عبر مصر بين الاحتلال وحركة حماس. أيضا على جبهة مواقع التواصل الاجتماعي وحرب الرواية، هنا موقع ألترا فلسطين يقول 178 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على السوشيال ميديا في حزيران. هنا يرصد يعني يتم رصد ما يتم بحق الصفحات الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، هنا الانتهاكات التي رصدت بشكل متزامن مع التفاعل مع الأحداث الميدانية على الأرض سواء الحرب على قطاع غزة أو حتى الاعتداءات على حي الشيخ جراح. الحسابات غالبيتها كانت لصحفيين ولمواقع إعلامية أيضا. رصدت هنا موقع صدى سوشيال المختص في الحقوق الرقمية رصد 178 انتهاكا كان أغلبها على منصة تويتر التي قامت بإغلاق العديد من الحسابات لمؤسسات إعلامية وأيضا لصحفيين فلسطينيين. أيضا جرى توثيق 74 انتهاكا على منصة فيسبوك. صدى سوشيال أشار إلى أن ما يزيد عن 65% من هذه الانتهاكات كانت منصات لمواقع إعلامية ولصحفيين فلسطينيين، وهذا يشهد هذا في حزيران أي الشهر الماضي، هذا يعني أن هناك تضييقا أكبر على الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه كانت أهم العناوين على الصحافة الفلسطينية. أما الصحافة الإسرائيلية فانشغلت بقانون لم الشمل وإيران وأيضا المقاطعة المتصاعدة، ووردنا قبل قليل من قناة مكان الناطقة باللغة العربية على قناة تليجرام أرسلت أنه صندوق التقاعد الأكبر في النرويج أعلن عن قطع استثماراته في 16 شركة تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية، هذا على صعيد مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية في مستوطنات الضفة الغربية تحديدا. هنا صندوق التقاعد الأكبر في النرويج أعلن عن وقف استثماراته في 16 شركة إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية.
هنا نتحدث عن أيضا قانون منع لم الشمل. القناة 12 الإسرائيلية تقول قبل يوم واحد من انتهاء صلاحيته الكنيست سيصوت على قانون لم الشمل. ينتهي صلاحية قانون منع لم الشمل في إسرائيل بعد منتصف ليل غد الثلاثاء، وبالتالي اليوم تعقد الجلسة في هذه الأثناء لمناقشة قانون منع لم الشمل، وسيتم التصويت عليه بعد الظهر. هذا القانون الذي يمنع الفلسطينيين ممن تزوجوا من حملة الهوية الإسرائيلية من الداخل المحتل من التواجد مع عائلاتهم وأبنائهم في الداخل المحتل. هذا القانون الذي أصدر في العام 2003 منذ 18 عاما وجدد في عهد نتنياهو عدة مرات، أو في كل عام يتم إعادة التصويت، هو أمر بقانون يتم إعادة التصويت على هذا القانون مرارا. هذه المرة هناك معيقات. نتنياهو الذي سن القانون في عهده اليوم بدأ يعارض القانون، وتقول الصحف بأنه فقط يريد أن يضع حجر عثرة في يعني أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة. أيضا منصور عباس اليوم في موقف صعب، لديه خياران، إما أن يمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة يمر القانون ويتجدد مرة أخرى، وإما أن يطالب بتحسينات، والتحسينات التي كانت يعني مقترحة هي أن يتم إعطاء من يعني في العام 2003 من منعوا من الالتحاق بعائلتهم يتم إعطائهم تصاريح أمنية أو إقامات مؤقتة وتسهيلات فقط لمن هم في العام 2003 أي عام سن القانون، فقط يعطوا هذه يعني الامتيازات. هنا تزامنا مع جلسة الكنيست أيضا في هذه الأثناء تنظم العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون منع لم الشمل، تنظم وقفة احتجاجية أمام الكنيست الإسرائيلي الذي متوقع أن يصوت على تجديده أيضا هذه المرة لمنع الفلسطينيين من الالتحاق بعائلاتهم. وهنا على صعيد التحركات الدبلوماسية، ولكن هذه المرة وزير الخارجية الكندي في إسرائيل، هنا موقع سيروجيم يقول بعد الدعم لبيد يلتقي بوزير خارجية كندا. وزير الخارجية الكندي مارك جارنو يجري جولة في المنطقة، بالأمس كان في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقى بوزير الخارجية يائير لبيد الذي أشاد بموقف كندا أثناء العدوان على قطاع غزة، وحيث يعني أشادت أو قالت كندا بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وأدانت أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية. اليوم سيتوجه وزير الخارجية الكندي إلى رام الله أيضا ليلتقي بوزير الخارجية الفلسطيني دكتور رياض المالكي. يذكر أنه في العام 2015 استقبل الفلسطينيون وزير الخارجية الكندي حينها بعد عام على الحرب على قطاع غزة في العام 2014، ولكن استقبلوه رشقا بالبيض اعتراضا على التصريحات المشابهة التي كانت أيضا عقب الحرب عام 2014 على قطاع غزة، حيث أدانت كندا المقاومة الفلسطينية وشددت على دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها. هنا صحيفة هارتس أيضا على مستوى المناورة العسكرية الإقليمية التي تنوي إسرائيل إقامتها قريبا، تقول قبل مناورة عسكرية إقليمية طائرة تابعة لسلاح الجو المغربي تهبط في إسرائيل. ستجري مناورة عسكرية إقليمية في إسرائيل في الفترة المقبلة، استعدادا لذلك وصلت بالأمس الطائرة المغربية إلى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول أنه نظرا للحساسية التي تصاحب المناورة لن يتم التطرق إلى هويات الدول المشاركة. إسرائيل والمغرب أعلنت في ديسمبر الماضي عن إقامة علاقات دبلوماسية، بعدها جاء ذلك بعد تجديد أو بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحراء المغربية أو بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. أيضا صحيفة نيويورك تايمز ذكرت حينها أن الولايات المتحدة عرضت استثمار 3 مليارات دولار في المغرب بشكل أساسي في البنوك والفنادق وشركة الطاقة المتجددة المملوكة للملك محمد السادس. هنا أيضا على الصعيد الإيراني وحرب البحار التي تجري بين إيران وإسرائيل، صحيفة معاريف تقول مخاوف من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، الولايات المتحدة ترافق السفن الإسرائيلية في الخليج. تخشى إسرائيل والولايات المتحدة من اندلاع حرب ما بين إيران وإسرائيل في البحر بعد استهداف السفينة الذي جرى
أول أمس في المحيط الهندي المملوك بشكل جزئي لرجل أعمال إسرائيلي. وهنا تقول أن أمريكا حذرت من نية إيرانية لشن هجمات، وكان التحذير في الأول من حزيران، وهو اليوم الذي تولى فيه ديفيد بارنيا منصب رئيس الموساد. خشية من اندلاع الحرب ستُرافق السفن الإسرائيلية، الولايات المتحدة ستُرافق السفن الإسرائيلية في الخليج. وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس خرج عن صمته بالأمس وتحدث إلى القناة 13 الإسرائيلية وقال بأن إيران تعلم أننا نعمل على أراضيها. وعلى صعيد المحادثات النووية لا تزال المحادثات أو الصعوبات كبيرة، رغم أن هناك تقارير متفائلة من إيرانية متفائلة باستئناف المحادثات، والتقديرات في إسرائيل أن الإسرائيليون كل الضغوطات الإسرائيلية لن تفلح في التغيير من شروط الاتفاق النووي الذي تنوي الولايات المتحدة وإيران العودة إليه وتجري المحادثات بشأنه في جنيف. إلى هنا تكون هذه العناوين التي رصدناها لكم في جولتنا لهذا اليوم قد انتهت. شكرا على حسن المتابعة، نلتقيكم في جولة أخرى.